يا الله، السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله كله بخير وصحة وعافية. شباب، اكثر سؤال سألت عليه من هاي الفترة جايك الشتاء، شلون راح تحافظ عليها من البرودة والتنفسية؟ طبعا التنفسية هي هسه بدايتها، تعرفون انتم بالشتاء التنفسية يعني تكثر. التنفسية اكو لها وقاية واكو لها علاج، يعني طبيعي. الوقاية أنا اثنين منزلهم، العلاج والوقاية اثنين منزلهم بالقناة. الوقاية نستخدم ثوم نخمره 24 ساعة ببطل، فد بطل أبو الألف هذا مال بيبسي، نخلي بيه فد فصين أو ثلاثة ثوم، يعني نخليه بالليل. الثاني يوم نحصر عليه ليمون، ثاني يوم نحصر عليه ليمون، مو بنفس اليوم، أنا موضح بالفيديو يعني طبعا. بنفس اليوم يعني ما نقدر نخلي الثوم والليمون، لا، من يتخمر الثوم وراها نصفي المي ونعصر عليه الليمون ونقدمه إلهن. بالاسبوع مره كلش كافي، يعني وقايه. والعلاج هم منزل علاجك، اكو حبوب بشريه وفلاجين وتطيلها هم مفيده، يعني انا على التجربه، اذا العلاجين على التجربه، العلاج والوقايه. وبخصوص شلون راح تحافظ عليهم بالشتاء، طبعا هو قوي مناعته قويه الملكي، بس احنا ما نقدر نخليه هيك بالسطح، وهاي الايام يعني البارده راح تجينا ان شاء الله. راح نضرب لايلون القفص، نضربه لايلون، ويعني اهم شيء نقطع التيار الهواء، يكون ما يوصلهن هواء، اذا وصلهن هواء يعني وبارد يؤذيهن. فاحنا راح نضربه لايلون ونوفر لهن اي وسيله تدفئه، وبالنهار اذا شمس كانت والشمس حلوه نقدر نفتح اللايلون، مثلا نخلي مكان نقدر نفتحه، يعني مو كله نضربه، فبالنهار نفتحه حتى شوي الشمس تدخل لهم. وما عليها شيء، حتى اذا كان بالسطح، محميتك كانت بالسطح ما عليها شيء بالشتاء، بس كن توفر لها هذن القلت عليهم. بالنسبة للتنفسية مثل ما قلت لكم، واللي يريد يتأكد يعني ما افتهم من كلامي هسه، يدخل على القناة، يدخل على القناة ويدور عن النصائرات بالبداية. يعني انا نزلتهم بالشتاء، بالصيف العفو، قلت يعني كان عندي مضروبات تنفسية وعالجتهم وصورتهم ونشرت العلاج. والوقاية يعني خير من العلاج، انا افضل الوقاية. يعني هسه هو الجو بارد، يعني الصبح بالليل يعني الجو بارد حيل، فلازم احنا نوفر لهن الوقاية. بالاسبوع مرة تقدر تعطيهن هاي الخلطة، وهو الثوم يعني شي رخيص، والليمون يعني نص ليمونة بالاسبوع، نص ليمونة يعني تخلي على البطن. وإن شاء الله الله يشفيكم شر الأمراض والله يحفظ حلالكم. شباب، ولا تنسونا بالاشتراك واللايك وتعليقاتكم الحلوة. طبعا عندي انا قبل فترة هم ذكرتها، والبارحة هم دخلت على القناة وشفتها، 70% من المشاهدين يعني ما مشتركين. اتمنى تقدر تعبي باشتراك. وتحياتي لكم، والله يرزقكم ويرزق الجميع ان شاء الله.